السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كنت نايم واتفاجئت، اخويا قال لي اصحى يا بلال اصحى. قلت له في ايه بس، وطي صوتك، في ايه مالك؟ قال لي باري تيوب نزل اغنية. شيت، باري تيوب ينزل اغنية؟ دي خربت بقى. انا بصراحة ما استوعبتش، يعني انا قلت انا كنت بحلم، فنمت تاني وصحيت لقيت اخويا بيقول لي اصحى يا بلال اصحى. قلت له وطي صوتك يا اخويا، وطي مالك، في ايه مالك؟ قال لي باري تيوب عمل اغنية. قلت له انا بقى استغربت، قلت لا انا كده مش في حلم، انا كده في حقيقة. فقلت لا احنا لازم نسمع الاغنية ونشوف ازاي باري تيوب يعمل اغنية. على ما اظن ان باري تيوب عنده عقدة من الكوبي رايت. انا شايف ان صوته عادي يعني مش حلو، لكن انا شايف ان الكيبوب افضل. والله اليوتيوب بيعمل بني ادمين. وعامل لي فيها الفنان وجايب لي اصحابك يرقصوا يا راجل. شكرا كتير. تسمح لي بس يا حبيبي اعلق على هذا الوجه الغريب، ده بيعمل تقويم في اسنانه ده ولا ايه؟ خزان كان الوكيل خزان يفوق الوزن وتحسه فيل. لامم عيال المنطقة كلها وبيخلوهم يصوروا ويرقصوا غصب عنهم. لا والله لا والله يا باري عيب، انا كنت بحبك لكن انت كده يعني بتغلط على المدرسين. طب انا هجيب لك المدرس بتاعه والخرزانة هيديك على طبعا. هنا انا مش فاهم اي حاجة، قال بتقول ايه؟ هو هنا عادها تاني برضك الوزر. والله بني سكلولو بيغني احسن منك. كذاب. بدرس جدك هيا الشيلة جاية في الطريق. كفوا علي بالطلب والله. هذه قصتي مع خزان، مدريش دخل لا زمان، ولدو تلقى عندي فان، مشترك عندي من زمان، ولدو فان. مد اصحابك كام ريال يا باري عشان يعملوا اللي هما بيعملوه ده؟ يا اخي يا اخي حرام عليك، ايه اللي انت بتعمله؟ هيدا اللوك كتير منيح، كل فلوسك شكرا كتير. باري تيوب انا المدير، خزان كان الوكيل 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 الوكيل. انا فرحان جدا بصراحة، مش مصدق ان الاغنية خلصت. انا بصراحة من رأيي ان اغنية اه يا حنان افضل بكتير. لا 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 استنى عندك بهزر. بصراحة الاغنية يعني اقيمها من 8 من 10، بس والله اغنية حماس يعني فيها حبة حماس كده ويعني والله لو كان يعني لو كان دخل مع جونغلوك وبني سكلولو كان راح يبقى افضل يعني. والله انا مش عارف لحد الوقت اميز ما بينهم، يعني انا متابع باري تيوب اكتر من القافلة ذات نفسها، ومش عارف مين بني سكلولو ومين مين الشلة دي يعني اللي كلهم شبه بعضيهم.
احنا ممكن نمسكهم في حلقة تانية. بس كده الفيديو خلص. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، متنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. قبل ما تقفل الفيديو، انا من عشاق باري تيوب، فياريت يا باري ما تحط لي كوبي رايت. والله اغنيتك روعة، والله بوسة اعطيها بوسة، خد امك والله بوسة، اقسم بالله والله ما تعطيني كوبي رايت يا اخي حبيب قلبي. احلى مسعى لكم يا قافلة، باي باي.